روجايك يجي من فيلم <applause> فيلمي استفالا دهوكي اني في دولاتي بپیشگداریا 32 فيلم كورتو دريش داس پيكر ديگال گريدانو نيسينا سينما عربي بپیشگداریا چندين هنرمند و سينما سازن كرد و عربو سينما عربي افساله وكي بشا مهوان سينما ولات عربي محل بجارتيا و 20 فيلميت كلاسيك حتى أفرو يعني گونوني يوسف شاهيني حتى فيلميت

و او سینما عربی جی بشه سینما جهانی کو تکهت و آرمان جدا کو اف پرچه بده مجارا سرکی آگه را هفته و فلم ویستا والا دهوک یا نیف دولتی گریدای سینما عربیه گوته دا بیست فلم عربی این کلاسیک اونوی دهنه نشاندان هنرمند و سینما کار آماده بوی جبلی کو وی به ویستا به پرکا گریدان دزانن دنابرا برا سینما کردو و عرب برگه کا باجید بینن جبو تر پیدا کرنا پیگوه و آشتیه و آلوگوریا که التورید هر دو نتواند. گرینگیا وی مسئله شوى أم ثقافة كردية، كلتورة كردية بدأ بو بو ميفونت عرب و ميفونت عراق العراق، كردستان وقتها أم عودة هنا بيريد هنا كردستان دينا دهوك ده سحك صار يعني محافظة دهوك و فني التعامل اللي قال خلكي دهوك يجي أو إضافة إلى شوى يعني عودة صح ما صار فيلم كورديجي اا تشتكي مهمه مثلا احتمال يعني السينما الكرديه قال لك نا معروفه لسر يعني هندك دوله عربي آه جبر هندي وقتي او ميفونيت عربي ميفونيت في دوله هيتا فيري آه دي صح كما صار في كردي فدي زوني مثلا مساله آه مستوى السينما الكرديه تشاوبو آه بوتشي همي جوائز عالمي وعراقي دي تشيتا بو فيلمات كردينا تشيتا فيلمات عراقيه بزماني عربي. السينما جيان دروستكا او تيكربونا او لەگەل سینمای عەربی یا لەگەل سینەمای بیانی بڕەی من سوودیەکی هەیە بۆ ینی ئەزمی ئەوان لە ئێمە کەونترە ینی سینەمای مەصرری لە بیستەکانەوە دەستسی پێکردووە لە سەدەی ڕبردووە تاریخێکی زۆری هەیە ئێمە سوود لیان ۆرەگرین بێگومان بە بەک باشەکە و خرابێکی انی منفییللمێککە بینم یا لەگەل کەسێکی بیانی ئیشەکەم ئەوەی بینم نوێ لە سەرما من سوود لێ وەرەگرم ئەوەی من بینیومما و کارم کردووە لێ وازانم چیە بێدەنگە بە مییانی کەواتە لە هەردوو لایەوە تۆ سوود تۆرگررتووە. دە هەفتان فرما ویستاواڵات دوه کیۆنیف دەولەتیدا ١ فمین کوردی و بیانی پشێکدارن. و ئەروژی وەک 1م ڕژاو ستاواڵێ، سیهودو فیلم کو نوزده کرده فیلم نو سیزده فیلم اندریش دهینا نیشاندا مجارا سرکی و حفتم فیلم فیستوال دهوک یا نیف دولتی گریدای سینما عربیه و ده وی فیستوال دا پتر جه فیلم عربی دهینا نیشاندا سینما کارجی اوی باش ده بینش بانده کو زیده پیک و جیان دناف هر دو نتوین کرد و عرب دا درست ببی جهولا کنفرانسان لزان که دهوک بود دهوک تیوی کارزان محمود